رومانيا تنضم لإيطاليا وتتوعد بمقاضاة النمسا أمام المحكمة الأوروبية. الحكومة تقر إصلاحاً ضريبياً إضافياً لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط. النمسا تدعو إلى حماية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي من الفشل. شركة جيس تنهي طريقة تحصيل رسوم التلفزيون من باب المنزل. وهيئة الطاقة اي كنترول توصي بتغيير مزود الطاقة لتوفير المال. وأخيرا السجن النمساوي أظهر وشم النازي في مسبح بمدينة ميلاد هتلر. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. قررت إيطاليا مقاضاة النمسا أمام محكمة العدل الأوروبية بعد فرض النمسا قيوداً على مركبات البضائع الإيطالية في ممر براين لمنع المهاجرين. وأعرب وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني عن ثقته في عدالة المحكمة الأوروبية، وأكدت رومانيا أيضاً أنها ستتخذ إجراءات مماثلة إذا قامت النمسا بمنع دخول رومانيا إلى منطقة شنغن للمرة الثانية. وأجاب المستشار نيهاما بأننا لسنا متشددين مع رومانيا بل أيضا مع إيطاليا، لأن لديها مشكلة في لامبادوزا مع المهاجرين، مؤكدا أنه إذا لم تتمكن من التعامل مع المشكلة فسوف نعلق مؤقتا نظام شنغن معها. اتخذت الحكومة النمساوية قرارا بشأن إصلاح نظام الضرائب لتخفيف الأعباء على أصحاب الدخول ذات المستويات المنخفضة والمتوسطة. وأشاد وزير المالية ماغنوس برونر بالقرار، معتبرا إلغاء التقدم البارد تاريخيا، وأكد أنه سيساهم في الحفاظ على قوة الشراء في النمسا على الرغم من التضخم العالي، ورغم أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى نقصان في موارد الميزانية في السنوات القادمة، إلا أنه يعتبر منصفاً برأيه، ومن المقرر أن يبدأ التطبيق من العام المقبل. دعا وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي إلى تعزيز جهودهم لحماية المنظمة من الفشل. واتهم شالنبرغ روسيا بانتهاك المحرمات بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية وتقويض النظام الأمني الأوروبي، وأشار إلى أن المنظمة تواجه أزمة حادة تهدد استقرارها وأهميتها، وأكد أنها منبر حيوي للحوار ومعالجة الانقسامات في أوروبا، وقال مشروع السلام والتعاون المركزي على المحك، وهذا أمرا لا يمكننا أن نسمح به. بدءا من العام المقبل ستتولى شركة خاصة تابعة للتلفزيون النمساوي ORF بتحصيل الرسوم الشهرية بدلا من شركة جي سابقا. وسينتقل الأشخاص المسجلين في النظام القديم تلقائيا إلى النظام الجديد، وبالتالي سيتوجب على الجميع مبلغ شهري يبدأ من 15.30 يورو بنظام دفعات سنوية، ويستثنى من الدفع كل من كان سابقا معفى في نظام جيس. وعلى ذلك ستلغى بالكامل الخدمة الخارجية وزيارات موظفي جيس بدءا من الأول من يناير عام 2024. أوصت هيئة الطاقة في النمسا اي كنترول بشدة بتقديم طلب تغيير مزود الطاقة قبل بدء موسم التدفئة. وتأتي هذه التوصية نظرا لاستقرار أسعار الجملة للطاقة حاليا، مما يجعل اللحظة مثالية للانتقال إلى عقد طاقة جديد لمدة عام. وأشار رئيس اي كنترول فولفغانغ أوربان تيتاشيخ إلى غموض تسعير موردي الغاز وفرض التوفير المالي للأفراد من خلال التغيير، مؤكدا أن اي كنترول توفر حاسبة للأسعار لمقارنة العروض واتخاذ القرار المناسب
وذلك على موقعها الرسمي. قضت محكمة ريد في النمسا العليا بالسجن لمدة سنتين غير نافذتين لشاب نمساوي بتهمة إظهار وشم نازي على جسده مرتين في مسبح براوناو في مدينة ميلاد هتلر. ويجب على الشاب أن يقضي منهما 8 أشهر في السجن. وقد أثارت القضية جدلا واسعا بسبب سياق الموقع وجذب مدينة براوناو زوارا باتجاهات مماثلة بشكل متكرر. واعترف المتهم بأنه قد وشم جسده بهذه الرموز عندما كان صغيرا مقرا بمعرفته للأديولوجية النازية، مؤكدا أن الوشوم كانت جزءا من ماضيه ولم يستطع إزالتها لأن الأمر مكلف، وأشار إلى أن زوجته من أصول مهاجرة. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.